لما اجي اقارن حضاره العرب مقارنه بحضاره الباقيه، لا حضاره لا فرعونيه طبعا، تغلب. لا بالضبط بالضبط طبعا، هذا اكيد تغلب، هذا ما يبقى الكلام. هذه ما هي هذه هذا في مثل يقول لا يتناطح فيها تيسان الموضوع هذا. يلا بالظبط، والسلام، شكرا ولا لك يا انسان اخي، ولا شكرا انسانان. حبيبي عيش، شكرا لك على سلام المداخلة، الله سلام. يبارك. سلام عليكم الشوي، اهلا. اللي عايز يطلع يا جماعة جيست، خاصة من الإخوة المسيحيين يشرفنا يطلع. أنا بالظبط قدامي ربع ساعة وهقفل، ربع ساعة وهقفل. فلو عنده شيء عايز يقوله بس ياس هنتكلم، بس مش عايزين تخبيط في أي حد، مش عايزين حد يمسك علينا أي غلطة. لا لاني ما راح اتكلم، انا سعدت اتكلم على جرجس. ليش تدلس يا جرجس؟ راح جرجس السعودي، سلام المسيح للجميع. ما راح السلام اتكلم عليكم. بالش اسمه ولا بالهذا. ايه جرجس، ليش تدلس؟ ليش؟ شلون تقول الحضارة الفرعونية اقدم؟ ليش؟ حضارة بابل وين راحت يعني؟ لا، حضارة بابل ولا حضارة فرعونية بذمتك؟ مين أقدم ومين أقوى؟ خلينا بقى نبقى دلوقتي حضارات. اوكي، نقلبها حضارة، نطلع من الكتاب المقدس ونشوف ياهو الاقدم. طلع من الكتاب برضه شوف. اوكي طلع انت الاصحاح، الاصحاح العاشر. اوكي ايوه سفر التكوين، ايه ايوه نشوف. بس فرق، بس فرق قبل ما نفتح ونكلم، فرق ما بين بداية الخليقة أو بداية الخلائق في أو بداية الكون مثلا كانت من العراق، وما بين الحضارات الفرق الشاسع. لا أنت لا ممكن تكون المكان كان انا موجود لكن راح الحضارة ما اجيك. كانتش عنه. اوكي انا راح اجيك بالصميم. طلع 11 نطلع 11 نشوف برج بابل اللي خرب الدنيا. ايوه معاك فيه هو اللي طبعا، خرب الدنيا، هو ده. اللي خرب الدنيا اللي احنا كنا قاعدين بقى، كنا قاعدين في تمام التمام، كلنا بنتكلم لغة واحدة، قاموا ايه خربوها. لا معاك حق في دي، يعني طلع في برج باب البرج، ماشي معاك في دي، البرج سابق طبعا ومن يعني عجائب الدنيا السبعة، موافق. بس اي، بس الحضارة هو يعني كانت ليش برج كم؟ بذمتك؟ لا لا، بس هو ليش سموه بابل؟ ليش سموها بابل اصلا؟ قول يعني اسالك انت، بما انه انت طلعت بلبلة الكتاب. الألسنة، بلبلة الألسنة. ايوه بلبلة الالسنة. من هنا تفرقت الامم، يا خربتوها عين من هنا، عليك. خربوها من هنا، اتخربت. هذولي اولاد نوح اللي خربوها، انا ايش عليه؟ اه انت واحنا منين بالجيل اصلا؟ الثاني. انت من بابل اني لا عراقي؟ شوية بيناتنا 108 كيلو. ايه يعني احنا من الجيل الثاني مو من الجيل الاول. الجيل بس الاول ربنا راح بالفيضان. ربنا حسنها وظبطها في عيد الخمسين، 50 مقدسة، بنتكوستي، عيد حلول الروح القدس، حل المشكلة دي، اتحلت بعدها بفترة. اي اوكي، تحلت بعدها بفترة. يعني فترة ايش قد يعني؟ 4000 فترة سنة. كبيرة طبعا. اه ما عشان 4000 بص، سنة. كان المشكلة يا ياس ان الانسان بيبقى فاكر ان رحمة ربنا تخلي الانسان او محبته تخليه هو يعاند الله. مشكلة برج بابل ان هي معاندة الله، يعني احنا لما ما بيجي حد النمرود على هو، حقنا. اتفضل. العفو ولو انت تحكي، هو النمرود اول شخص بالعالم حط تاج على راسه، اول ملك بالعالم، ملك ارضي النمرود. سيبك من كده، بس المشكلة مش في دي، بس المشكلة في لما توصل بين الحال ان الناس تعاند مع الله. لا ده احنا هنعمل برج عشان لما تيجي تعمل تفكر تعمل طوفان، ما هو قايل لكم مش هيعمل طوفان تاني.
وانتوا هتعندوا يعني لما عملتوا البرج ده اهو، طب البسوا كده في الحيطة ولغاية البشر اتبهدلت والدنيا بقت فل الفل. كارثة، كانت بس كارثة هي فعلا. شوف وانا اقول لك، وكان ابتداء الممالك بابل واوراق واكد وكلنا، يعني ذن الثلاث يا حضارات حبيبي، عايز نبص على الحضارات، هات بالضبط. تواريخ التماثيل اللي موجودة في الحضارات، وهات الحياة السياسية، وهات العلوم الإنسانية اللي نبغ فيها كل حضارة، ونيجي بس كلنا ننشر كل حاجة مع بعض. اي اوكي، بس انت قول لي ليش انا اقول لك اطلع لك الكتاب الثاني واطلع لك طلع منه لي كتاب